اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، منتخب الشباب بقياده الكابتن ربيع ياسين متواجد في تونس عشان يشارك في فعاليات بطوله شمال افريقيا المؤهله لبطوله الامم الافريقيه للشباب في موريتانيا 2021، والبطوله دي بتقام من يوم 15 ليوم 28. النهارده الظهر كده فوجئنا ان المنتخب كان عمل مسحه، ونتيجه المسحه طلعت النهارده ان عندنا 17 لاعب في منتخب مصر عنده كورونا، وكمان بالاضافه للكابتن ربيع ياسين المدير الفني طبعا عينته كمان ايجابيه. عايزين نعرف حقيقه الوضع واخر التطورات بخصوص هذه الجزئيه، علشان كده معانا على الهاتف الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنه المكلفه باداره اتحاد الكره. يا دكتور جمال، اهلا بيك، منورنا ومشرفنا. يا اهلا وسهلا بحضرتك، شرفت بحضرتك وبكل المشاهدين. اهلا وسهلا بيك. عايزين نطمن على اخر التطورات اللي بتتعلق بمنتخب الشباب، وهل فعلا هيكون في مسحه ثانيه، ونتيجتها هتكون امتى، وايه الامور هتمشي ازاي بالنسبه للمنتخب؟ هو طبعا اولا اسمح لحضرتك بس اطمن اولاء الامور واطمن كويس اهل اللاعبين واهل البعثه انه كل اللاعبين وكل اعضاء البعثه بصحه جيده وممتازه، وان هم ما فيش اي اعراض على الحمد اي لله. حد من اللاعبين الحمد لله. ويمكن عدم وجود الاعراض ده تكررت معانا يمكن في سفر البعثه المنتخب في توجو مع كابتن محمد صلاح وكابتن محمد النني، وكانوا معانا في التمرين وانا كنت موجود معاهم. وما كانش في اي اعراض. نفس الوضع حضرتك، الفريق اتمرن امبارح بشكل اكثر من رائع، واللعيبه كلها يعني الجانب الصحي عندهم عالي جدا. ولكن النتيجه المفاجاه اللي حضرتك اتكلمت عليها ان احنا فوجئنا فعلا، في الاول قالوا 13 وبعد كده جت تقرير ثاني ب 17 لاعب بالاضافه للكابتن ربيع ياسين. على الفور كان في اتصالات مع معالي السفير ايهاب فهمي ومع وزاره الرياضه ووزاره الصحه في تونس لعمل مسحه ثانيه جديده. وفعلا المسحه يمكن حضرتك بتكلمني من تقريبا من ربع ساعه جه فريق طبي فعلا من معمل اخر غير المعمل اللي عمل المسحه، وعمل فعلا المسحه واخذ العينات. واحنا بنحاول ان احنا يكون كمان النتيجه ان شاء الله تكون مساء اليوم او تكون صباحا عشان نقدر ناخد القرار المناسب ان شاء الله بناء على نتائج المسح. اوضح لحضرتك حاجه مهمه جدا. اللائحه بتقول انه لو في 15 لاعب من بينهم حارس مرمى ملزم الفريق ان هو يلعب، منتخب الدوله انه يلعب. لو كان العدد اقل من كده ما تقامش المباراه. لو اكتر، لو العدد اكتر من 15، لو اكتر لو اكتر من 15 لو اكتر من، لا هو لازم يكون عندك 15. تمام، 15 حارس مرمى. لو 15 تلعب عادي، لو 15 تلعب مع عند 11 لعيب واربعه احتياطي، لو قل عن كده ما تلعبش. لو قال عن كده ما تلعبش. عشان كده احنا مش موضوع ان احنا نلعب وما نلعبش، ده ما هواش الهدف الرئيسي. الهدف الرئيسي الاطمئنان على صحه شبابنا واولادنا وعلى اعضاء البعثه. ده الهدف رقم واحد. الهدف رقم اثنين ان احنا في حاله الاطمئنان ان احنا نشارك، او ان احنا نشارك، فده في حاله فقط الاطمئنان. فنتيجه المسحه اللي اتعملت من ربع ساعه هي اللي هتحدد كل الامور. لكن باكد ثاني واسمحك تاكد تاني ان الكل بصحه مستقره وده اهم حاجه بالنسبه لنا. طيب، حقيقه مطالبه بعض عناصر المنتخب بالعوده لمصر على وجه السرعه يا دكتور، هل حصل فعلا ان في طلب تقرير؟ القرار، شوف حضرتك، القرار قرار مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، ودايما القرار ده ما بيتخذش بشكل فردي نهائيا، بيتخذ بشكل جماعي، وبعدين برضه في قيادات احنا بنستشيرها في كل شيء. وبالتالي صعب جدا انك انت تتخذ اي قرار فردي لمجرد رؤيه خاصه. ولكن طبعا الحاجات دي مرتبطه طبعا بوزاره الصحه التعليميه الموجوده هناك بناء على العينات. بعديها ناخد القرار طبعا اللي فيه الصالح العام واللي فيه صالح ابنائنا. طيب، حقيقة كمان ان كل المنتخبات المشاركة في البطولة دي متواجدة في مقر إقامة واحد وفندق واحد، هل الكلام ده صحيح يا دكتور؟ هو حضرتك الكلام صحيح، لكن ده حضرتك ليس فيه، مش هقول انه فيه خطأ بالشكل اللي حضرتك بتتخيله. تمام، لانه الفندق كبير جدا، ضخم جدا، على مساحة كبيرة جدا، بيتسع لكل المنتخبات. ودي وجهة نظر اتحاد شمال افريقيا، ما احناش متحكمين فيها، ان هو
عشان ما يبقاش فيه تمييز في فندق عن الاخر، وبعدين بيبقى فيه هدف ثاني ان وجود الشباب في اماكن واحده فيها نوع من التعارف والتآزر ما بين شباب دول شمال افريقيا، فليها هدف اجتماعي غير الهدف الرياضي. لكن ظروف الكورونا طبعا هي اللي صعبت من هذه الامور، ودي مش اول مره، لا اتكررت قبل كده انه اقيمت المنتخبات في فندق واحد في بطولات شمال افريقيا السابقه. بقول لحضرتك حاجه، منتخب مصر الاول ومنتخب توجو في المباراه الاخيره في توجو كانوا مقيمين في فندق واحد، يعني كانوا الفريقين موجودين في فندق واحد. الفندق ضخم جدا حضرتك، وما هوش فيه اي نوع من التكدس، ولكن حضرتك عارف الشباب في المرحله السنيه دي بيبقى عندهم جانب من يعني عدم الاكتراث او عدم الاهتمام بشكل. طيب دكتور، خليني افترض معاك السيناريو الأسوأ، ولا قدر الله، لا قدر الله لو طلعت برضو ان نتيجه المسحه الثانيه ان برضو نفس العدد من الحالات الايجابيه بما فيهم المدير الفني وكلام من ده، ايه الوضع وايه القرار اللي ممكن يتم اتخاذه من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، وهل في تواصل وتنسيق مع اتحاد شمال افريقيا ولا لا؟ بالتاكيد في تواصل ما بيني وما بين محمود الهمامي سكرتير اتحاد شمال افريقيا، وما بين عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد حاليا اللي هو رئيس الاتحاد الليبي ورئيس الاتحاد الحالي. التواصل ده مستمر على طول بصفه مستمره ما بيننا وما بينهم وما بين معالي السفير، والقرار المناسب. بس انا مش هنقول دلوقتي، تمام، بعد ما نستنى النتيجه ان شاء الله. بالظبط، بعد ما تظهر نتيجه المسحه الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يا دكتور انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.